أهلا بكم مرة أخرى. أفادت مصادر عسكرية سودانية للشرق بأنها قرر إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر من مسؤوليات المجلس التشريعي المرتقب. وأوضحت المصادر ذاتها أن الخرطوم ما زالت متمسكة بطلب مراجعة الاتفاقيات السابقة مع روسيا، وأنها توافق على إنشاء مركز لوجستي لصيانة السفن الحربية الروسية وتزويدها بالوقود على ساحل البحر الأحمر، الأمر الذي لا يشمل تشكيل قاعدة عسكرية. وأضافت المصادر العسكرية السودانية أن سلطات البلاد قدمت خيارين لموسكو في السابق تضمنا إنشاء مركز لوجستي أو المغادرة. وللمزيد عن حديث المصادر مع الشرق تنضم إلينا مراسلة الشرق من الخرطوم سالي عثمان. سالي، أهلا وسهلا. في ثنايا هذا الخبر، ما هي التفاصيل؟ ما هو وضع القاعدة والخيارات التي وضعتها الخرطوم لموسكو؟ نعم، صباح الخير عليك هاني وعلى جميع السادة المشاهدين. حديث الخرطوم جاء قاطعا بشأن هذه القاعدة العسكرية التي يعني تم تكوينها تحت مسمى مركز لوجستي بناء على اتفاقية تمت بين نظام البشير وبين موسكو في العام 2017. هذه القاعدة العسكرية التي عنونت اتفاقيتها بمركز لوجستي سمحت للروس بالتواجد في ساحل البحر الأحمر وإنشاء هذه القاعدة العسكرية والهيمنة عليها تماما بعد قيام الثورة السودانية. ويعني مجيء الحكومة الانتقالية قامت بمراجعة كل الاتفاقيات، وهي أربع اتفاقيات مع الجانب الروسي، وكان من ضمنها هذه القاعدة العسكرية أو المركز اللوجستي بحسب الاتفاقية مع البشير. الاتفاقية مع عمر البشير المبرمة 2017 كانت تنص على التواجد الروسي في منطقة البحر الأحمر ل 25 عاما قابلة للتجديد لعشرة سنوات أخرى في حال لم يتم الاعتراض من أحد الطرفين. فبالتالي كانت هنالك تحفظات كثيرة من قبل الحكومة السودانية الانتقالية على هذه الاتفاقية. جاءت هذه التصريحات بالأمس لتؤكد أن السودان متمسك بأنه يسمح أن يكون هنالك مركز لوجستي فقط لتزويد السفن الروسية بالوقود ولصيانتها على ساحل البحر الأحمر، ولكن دون أن تكون هنالك قاعدة عسكرية موجودة في هذه المنطقة، قاعدة روسية بالتأكيد. فإما ذلك أو يعني يتم إلغاء هذه الاتفاقيات. أما مجمل سالي فقط اسمحي لي، يعني هذا هو السبب وراء تسميتها بمركز لوجستي؟ نعم. لماذا سميت بمركز لوجستي ولم تسمى بقاعدة عسكرية؟ نعم، بحسب يعني حديث مصادر عسكرية رفيعة للشرق فإن تسميتها بذلك هو للغطاء ولتكوين غطاء يعني يسمح بالتواجد الروسي بكثافة في منطقة البحر الأحمر دون أن تحسب أن هذه هي قاعدة عسكرية، وإنما التواجد كان والسيطرة كانت للجنود الروس بصورة كبيرة وبكثافة. يعني إذا لم نبالغ، تم يعني الجنود البحرية السودانية عندما أخلى الجنود الروس هذه القاعدة العسكرية الأسبوع الماضي قاموا الانتشار وإعادة الانتشار والاحتفال ورفع العلم السوداني على يعني هذه القاعدة العسكرية التي كانت تعمل تحت مظلة أنها مركز لوجستي، وإنما هي كانت تعمل بسلطات وهيمنة القاعدة العسكرية في تلك المنطقة. إذن السودان الآن يراجع كل الاتفاقيات الروسية، له شروط واضحة بأن يكون هنالك مركز لوجستي فقط للصيانة والتزويد بالوقود وإنما ليست قاعدة عسكرية. تحدث السودان أيضا بوضوح أن هذه العلاقة العسكرية بين السودان وبين روسيا يجب أن يبت فيها من قبل مجلس تشريعي منتخب، هو الذي يقرر هذه الاتفاقيات إذا ما كان السودان سيمضي فيها قدما أم يتم مراجعتها أم يتم إلغاؤها بالمرة. فبالتالي ظل الحديث يتواتر على لسان رئيس هيئة الأركان، على لسان عدد من القادة العسكريين في السودان، أنه ستتم مراجعة كل هذه الاتفاقيات مع الجانب الروسي، ولأنها كانت اتفاقيات يظن البعض أنها مجحفة في حق السودان وأنها لم تتخذ بقاعدة يعني تشريعية واسعة أجازت هذه القواعد، وإنما يعني تمت بشكل ثنائي بين نظام حكم البشير وبين روسيا في ذلك الوقت. سالي عثمان مراسلة الشرق من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.